ايه الاخبار يا ناس؟ حلو، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده من قناه بيست. منبه ليله جميله، رعب جديد. النهارده هنلعب لعبه اسمها ذا هول ان ذا كابن، او الحفره التي في الكوخ. ماشي، مفيش منبه. بنلعب لعبه من اتش اي او غريبه، لعب دايما في الوصف، وخلينا ندوس ستارت. بسم الله. جدير بالذكر ان اللعبه اصلا قدامها شاشه صغيره، ما ينفعش اكبرها. يعني مرسيدس دي ولا ايه؟ ولا مسريدس تقريبا. صوت اللعبه واطي شويه، ما اعرفش انا موطي الصوت في وداني ولا ايه. استنى كده، اوكي كده عليت الصوت في وداني شويه. في ايه؟ بمناسبه ان اللعبه منزلها، ما اعرفش ايه اللي بيحصل فيها، يعني ما اعرفش اي حاجه. انا ملاحظ ان اللعبه فيها من فوق وتحت براد سودا. خليني اكبرها لكم شويه كده، اعتقد كده احسن شويه اعتقد يعني. اوكي، بيقول لي ايتو انتراكت. لحظه كده، وايه اللي حصل للعبه؟ ترانسفورم فيت سكرين. اوكي، وبعدين بقى عايز اكبر. ايوه كده وكده، بحس ان انتوا بس ايه، انا عايز بس اخليكم بس ما تحسوش ان في براد سودا. يعني هو ليه مش بتكبر؟ هو ايه ده؟ اهو بس كده ماشي. مؤاخذة يا جماعة، اوكي. طيب، بيقول معيش بنزين، اوكي. واحنا وقفنا في حتة من الواضح ومعناش بنزين ولا حاجة، والكابينة هناك ايه؟ الكابن. اوكي. اللعبة اللي الجرافيكس بتاعتها كده دايما، دي الناس بتقعد تقول لي بتلعب ليه جرافيكس كده؟ يا جماعة الجرافيكس دي على فكرة بتخليك تخاف أكتر والله، لأن أنت ما بتبقاش عارف إيه اللي قدامك ده. خصوصا كل ما يكون شكلها بشع أكتر وغير مصر للعين كده في الألعاب الرعب، كل ما بيكون أحسن. ده كتكوت؟ ده كتكوت. إيه ده؟ اوكي، في ورقة. أنا تعبت من كل ده. اظن النهارده هكون حر. اوكي، النهارده هكون حر. ده الكتكوت هو اللي كاتب كده ولا ايه؟ ماشي، في تواليت هنا بيقول مقزز. اوكي، كشاف ما ينفعش اخده. سرير بيقول ممكن اكون اللي محتاج انام شويه. هو انا نمت فعلا. اوكي، في ايه؟ في ايه؟ السواد ده؟ هو سواد في اللعبة كمان. ها؟ اوه، انا بتحرك اهو. اوكي، اكشف اهو بس. تمام، بيقول مقزز جدا. هو الكتكوت ماله؟ في ايه؟ والدنيا مالها؟ مالها مش تمام كده، انا مش شايف حاجة اصلا. ادي الحفرة. بيقول هو ايه ده؟ انا مش عايز انزل. اوكي، انا مش عايز انزل. تمام، هو ازاي ما تفعلش مع ال مع الكتكوت خالص كده؟ ازقه؟ ازقه جوه التواليت؟ طب اعمل ايه؟ انام؟ اجرب انام تاني؟ بيقول هو انا بحلم؟ اوه، انا نمت تاني فعلا. بيقول هو انا بحلم؟ اوكي، كتكوت فين بقى؟ اوكي، الدنيا نورت تاني. طيب، هل الحفرة لسه موجودة؟ هي موجودة بس مقفولة تقريبا. طيب، ايه ده؟ هو حضرتك انا كان المفروض اجيلك من جوه؟ لحظة واحدة، انا اسف، انا هعرف لك واجيلك من الناحية التانية. معلش يا جماعة، سوري، بس واضح ان هو اللعبة كانت متوقعة ان انا افتح الباب اللي قدامي مش اللي خلفي يعني. ف لحظة واحدة. ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ انت بتسلم عليا ولا ايه؟ في ايه؟ هو انت ليه بتحاول تتكلم مع حيوان؟ ايه ده؟ انت رايحة فين؟ رايحة فين يا فندم؟ لا، أين انت ذاهبة والله؟ شكلك رايحة الحفرة. ها؟ سكريبتد ايفنت؟ انت ليه بتحاول؟ طب انت عايزين اقف هنا؟ انت بتعمل ايه؟ ممكن اكون مش لازم اعمل معاها حاجة؟ مش عارف والله. طيب، ما علينا، نتجاهل. هو الكتكوت فين؟ ايه ده؟ هو ده دولاب ولا ايه ده؟ في حاجة هنا، مش عارف ده ايه الصراحة. طيب، انا هرجع العربية يا عم، شوف لو فيها حاجة. هو واضح ان قصة اللعبة ان البنزين بتاعي خلص في حاجة على العربية.
الكتكوت. بيقول معيش بنزين. طب الكتكوت بقى ايه نظامه بقى؟ هو انا ليه مش بتفاعل مع الكتكوت ده؟ يعني ليه ليه شخصيتي مش مستغربه فكره ان في كتكوت؟ لحظه واحده كده معلش يا جماعه، بس انا في الباك جراوند بلعب بلانت كرافتر عشان اعمل لكم اخر بتاع. استنى ماشي، انا مستغرب الصراحه يعني. طيب حضرتك مش عارف انا المفروض اعمل لك ايه، بس هحاول ازقك مثلا. ما بيتحركش صح؟ ما بيتحركش. ما اقدرش اخش جوه الغابه قوي. طب انا المفروض اعمل ايه حضرتك؟ شاوريلي على الخطوه الجايه بس عشان اعملها. انام؟ بيقول انا المفروض انام. بيقول يمكن. يمكن ايه بقى؟ يمكن ايه والله حضرتك؟ ده ايه ده؟ ده ايه الصوت ده؟ انا وقعت. عارفين الحلم بتاع الوقوع ده؟ اللي هو تتنفط كده؟ تقريبا ده اللي هيحصل لي دلوقتي. انا مش مرتاح، والله العظيم ما مرتاح. ايه ده؟ انا فين؟ انا ماشي كده على فكرة، يعني فاهمين على المستوى بتاع البتاع اللي انتوا شايفينه. دي الغزالة. رايقة؟ ولا مش رايقة؟ الغزالة راحت خالص فيها. تمام، ما ينفعش تتفاعل معاها، اوكي. وانا راجع في حاجة تطلع في وشي صح؟ اوكي، الممر الدموي ده ما كانش موجود قبل كده. فتمام. حلوة فكرة الدايرة وفي النص ضلمة وفي الحوالين ضلمة. مخيفة على فكرة. اللعبة قفلت. اللعبة قفلت على هنا. أنا اتفزعت فزعة والله العظيم. ده إيه ده؟ ده إيه ده؟ أنا بس عايز أكل بس إنه مفيش نهاية. هو أنا دي النهاية الوحيدة؟ اتعملت في اسبوعين اللعبة دي. اوكي طيب، عموما ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم يعني. والله العظيم مرة كمان وصلت 8 دقايق من... والله العظيم ما بقصد، اقسم بالله. اللي مش فاهم ايه موضوع ال 8 دقايق اللي انا بقول ده، انت لما بتوصل ل 8 دقايق ممكن تحط اعلانات في يوتيوب، بس انا ما بقاش قصدي اصلا يعني، بالذات في القناة دي. بس اللعبة دي انا بلعبها يوم 15/8، كنت فاهم مسجلين فيديو، مسجل فيديو من زمان. هي نازلة قبل ما اسجلها بست ايام بالظبط. بس لا بس ايه ده؟ طب ايه فكرة الكتكوت؟ مش فاهم والله. انا فزعت فزعة والله، فزعت فزعة. ايه فكرة الكتكوت؟ ايه فكرة الكتكوت؟ مش عارف الصراحة. المهم اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا الفيديو النهاردة. لسه عندي قشعريرة والله. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. لاف يو اول. باي باي. سلام استوي. الى اللقاء.